ولنقاش ملف صراع النفوذ بين طهران وواشنطن وإفراج البنك المركزي العراقي عن الأصول الإيرانية المجمدة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي دكتور حامد الصراف. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور دكتور. كيف يمكن تفسير الهدنة التي أطلقتها الميليشيات لوقف استهداف المصالح الأمريكية في العراق وربطها بإفراج الحكومة في بغداد عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنك المركزي؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة العراق يمر بأسوأ ظروف الآن نتيجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة وانخفاض أسعار النفط ووباء كورونا والجمود الاقتصادي اللي يحيط بكل العالم الآن والمنطقة بالذات، زائد البطالة والوضع الأمني وتسيد الميليشيات الولائية على الوضع برمته الاقتصادي والأمني والإعلامي وغيرها. أضيفت إلها الآن الصفقات. الحقيقة هذه صفقة ليست هدنة، صفقة ضحيتها الشعب العراقي، ضحيتها البلد الآن، الاقتصاد الوطني، لأنه المصالح الإقليمية والدولية الحقيقة هي الفاعلة الآن في الساحة العراقية. أما السلطة والطغمة السياسية الفاسدة القابضة على السلطة الآن الحقيقة هي تسير بمشيئة الطرفين، الطرف الأمريكي والطرف الإيراني بشكل واضح. الميليشيات هي المتحكمة، لذلك مع الأسف الشديد هي ليست صفقة فقط للإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية، وإنما أيضا هناك ما أبعد من ذلك، هو تخفيف العقوبات على إيران من منفذ العراق وليس من منفذ دول أخرى إقليمية أو حتى دولية، لأن بإمكان أمريكا كان تخفف العقوبات من خلالها هي. فلماذا يكون الضحية هو الشعب العراقي؟ لماذا تكون هذه الأصول اللي العراق بحاجة ماسة إلها أن تستثنى الآن، بعد أن استثني فقط تصدير الغاز والكهرباء من إيران، واللي أيضا كانت المستفيد الأول والأخير هي إيران بالموضوع، والعراق مجمدة كل مشاريع التنمية والطاقة وإنتاج الغاز وتوسيع الدائرة الكهربائية والمحطات الكهربائية. على مدى 17 سنة العراق يستورد غاز وكهرباء وهو يحرق الغاز، يعني يذهب في الجو بدون استثمار حقيقي له. هذه الحقيقة هي المؤامرة الكبرى الآن اللي يتعرض لها العراق عموما والشعب العراقي، وخصوصا الفقراء منهم الآن، يعني خط الفقر ده يتسع الآن، وصل إلى 40% من الشعب العراقي هو تحت خط الفقر في محافظات الوسط والجنوب بالتحديد. الآن الحقيقة هي هذه المأساة الكبرى، والقادم سيكون أسوأ مع الأسف الشديد. دكتور، هل نفهم من حديثك أن حكومة الكاظمي تلقت الضوء الأخضر من الجانب الأمريكي لرفع تجميد الأصول الإيرانية؟ هو ليست الضوء الأخضر، هي أوامر عزيزتي، أوامر. الأوامر هي اللي تصدر إذا كان من أمريكا وإذا كان من إيران. هذه الحكومة حكومة ميليشيات، ليست حكومة شعب عراقي. لم تأتي هذه الحكومة باختيار وإرادة ثورة تشرين المباركة، ولا بإرادة الشعب العراقي عبر صناديق الاقتراع وانتخابات عادلة وحرة ونزية. هذه الحكومة جاءت توافقية بين أمريكا وإيران، وبشروط الميليشيات ومجلس النواب الخاص بهم أيضا بنفوذ الميليشيات الولائية. لذلك هي لا يوجد ضوء أخضر، وإنما هناك يعني إملاءات على هذه الحكومة. الكاظمي لا يستطيع إلا أن يذعن لأوامر إيران وأوامر أمريكا، يعني هو ينفذ الأجندة المرسومة له إقليميا ودوليا، يعني لا يستطيع إلا أن ينفذ ما يريدون منه. لذلك وحتى هذه أيضا القضية ارتبطت بالسكوت عن قتلة المتظاهرين وقتلت هشام الهاشمي ورهام يعقوب وغيرها من الشهداء اللي سقطوا خلال الفترة الأخيرة. السكوت هذا لا يعني أنه لا توجد
هناك خيوط، هو اعترف أن هناك خيوط يعني لعصابات القتلة اللي موجودين ويعرفهم حق المعرفة، لكن هذه هي المؤامرة. السكوت هو الوضع السائد الآن لدى الحكومة، وهي راضخة إلى إرادة الميليشيات الولائية وإلى إيران وإلى، ولذلك إيران الآن وأمريكا يسرحان ويمرحان في الشأن العراقي، والشعب العراقي مسلوب الإرادة، والبلد محتل من كلا الطرفين بشكل واضح وبمرارة يتحملها الشعب العراقي. هذه الفترة من أصعب الفترات التي يمر بها البلد حقيقة، لا سيادة ولا استقلال وطني ولا قرار مستقل، ولا حتى الاقتصاد هو يتمتع بحرية لمصلحة البلد، لمصلحة الشعب العراقي. هذا البلد يمر بأسوأ ظروفه الاقتصادية، ومع ذلك الآن يصير تفريط بثروات البلد شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، ونشوف كثير من المشاريع المجمدة والمشاريع التي كان يفترض أن تنجز قبل 10 سنوات لحد الآن تراوح في مكانها، ولا أمل في إنجاز واحدة من هذه المشاريع التي تخرج العراق من النفق المظلم الذي وضع فيه خلال السنوات 20 أو 17 السنة الماضية. هذا هو حال البلد، لكن الآن أكو فسحة أمل في استكمال مستلزمات ثورة 20. الشباب مهيئ، وأملنا قوي أنه الشباب يستمر بثورته للإطاحة بالطغمة الفاسدة هذه العميلة التي جاءت بها إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتنصب على رقاب العراقيين وتسلب كل إرادة العراقيين وكل ثرواته. هذا هو الوضع الحالي، لكن لا 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 يمكن أن يستمر. إرادة الشعوب هي المنتصرة في النهاية، وإحنا أملنا قوي جدا أن هذه الصفقات المريبة التي يتسترون عليها سوف تنتهي إن آجلا أم آجلا بإرادة شعبنا. دكتور الوضع حامد، لا يمكن أن يستمر. ما تبعات قرار الكاظمي عن رفع الأصول أو رفع التجميد عن الأصول الإيرانية؟ انعكست ذلك على العراق ودول الجوار في ظل تمويل إيران لعدد من الميليشيات في المنطقة؟ هو واضح. الأول الضرر الأول هو ضرر اقتصادي على العراق، الضرر يعني مع تفاقم الأزمات اللي الاقتصادية الآن اللي يعيشها العراق، وبحاجة إلى هذه الأصول. الثاني هي تسيد والمزيد من سيطرة ونفوذ الميليشيات، لأنه هذا نصر للميليشيات بالتأكيد، وتبقى الميليشيات هذه دون كابح لجماعها ودون رادع لها، لا من قبل الحكومة ولا من قبل تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية إلها، باعتبار أنه هي مست السيادة أكثر من مرة في قصف البعثات الدبلوماسية ومنها السفارة الأمريكية، القتل والتهديدات حتى للحكومة وحتى لرئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. يعني لا توجد هناك سلطات حقيقية شرعية في العراق، لا سلطة مجلس نواب ولا رئاسة الجمهورية ولا رئاسة الوزراء، هي كلها هذه وجودها شكلي لا يتعدى يعني التمثيل الدبلوماسي والتمثيل الداخلي في البرلمان وغيرها. أما السلطة الحقيقية فهي يعني بشكل واضح أصبحت بيد الميليشيات إلى أجل غير مسمى. أمنه هو هذا اللي ذكرته آني. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأهم هي استمرار جمود المشاريع، يعني مشروع الفاو وغيره، هذا أيضا دخل في منازعات ومنافسة إقليمية واضحة بين دول الإقليم. العراق هو المستفيد، يعني هو المنفذ الوحيد على البحر، وهو الرابط على القناة الجافة، فبالتأكيد إذا تم يعني التعثر بالإنجاز لأسباب كثيرة راح العراق يخسر منفذ مهم، يعني يدر عليه واردات سنوية تقارب 70 مليار دولار. هذه أيضا خسارة كبيرة. الخسائر كثيرة أخرى، هي أنه فقدان مؤسسات الدولة الحقيقية. يعني هل لمجلس النواب فعلا دور لتمثيل الشعب بالانتخابات القادمة؟ هل فعلا ممكن أن تجري
بالطريقة اللي يريدها الشعب العراقي. السلطات هذه هل فعلا هي سلطات دستورية وقانونية تمثل إرادة الشعب العراقي؟ هذه كلها تساؤلات حقيقة. أما تقف ضد أطماع ونفوذ الدول الإقليمية والقوى الدولية، أو الشعب العراقي عليه أنه فعلا أن يثور بحق ويجرف كل ما يمر في الآن أمامه من هذه السلطات ومن الميليشيات، وهو أعتقد بهذه الطريقة وهو سلمي وهو يعني لا يحمل السلاح. الآن العملية تكاد تكون بها صعوبة كبيرة، لكن الثوار أنا أعتقد مصممون على السير بهذا الطريق. الأخطار كثيرة كبيرة جدا، والخسائر أيضا أنا أعتقد كبيرة. الحكومة ضعيفة مثل ما تفضل التقرير تقريركم، وأعتقد هي واقعة بين نارين، نار القوى الإقليمية والدولية ونار الميليشيات، ولا يمكن أن تمثل الشعب العراقي إلا إذا وصلنا إلى تشكيل حكومة طوارئ حقيقية. يجب أن يحل البرلمان، يجب أن تسقط هذه الحكومة، يجب أن تنتهي هذه الفترة الاستثنائية، وممكن أن نعبر عبر حكومة الطوارئ بفرض حالة الطوارئ، نزع السلاح، إنهاء الميليشيات، حصر السلاح بيد الدولة، فعلا استعادة الدولة لهيبتها. طبعا يجب أن يكون هناك أيضا إرادة دولية لتأييد الوضع القادم. توجه الثورة هو هذا بصراحة نقولها، وإحنا أيضا توجهنا كأكاديميين كوطنيين هي النزوع إلى تشكيل حكومة طوارئ وطنية لإنقاذ البلد مما يمر به، لأن هذه الحكومة لا تمثل الشعب العراقي، لا تمثل طموحها. هذه إجت بإرادة الطبقة السياسية الفاسدة والميليشيات المتحكمة بكل السلطات في البلد وبإرادة إيران وبتوافق أمريكي. شكرا جزيلا لكم الأكاديمي والباحث السياسي المعذرة على المقاطعة دكتور حمد صراف، حدثتنا عبر سكايب.